هي اسمها do you ولا اسمها are you؟ do you يعني هل أنت، و are you برضو معناها هل أنت. يبقى ما أقول هل أنت تلعب، هل أنت سعيد، هل أنت ذكي، نقول do you ولا نقول are you؟ دي صح ودي صح. إيه الفرق بينهم؟ do you لازم بعدها فعل في التصريف الأول، do you لازم بعدها فعل في التصريف الأول. زي إيه التصريف الأول؟ زي play, eat, drink, sleep. يبقى هل أنت تلعب do you play، هل أنت تأكل do you eat، هل أنت تنام do you sleep. مال إيه are you؟ are you ما يجيش بعدها فعل في التصريف الأول. يعني ما فيش حاجة اسمها are you وفعل في التصريف الأول زي play، ما فيش حاجة اسمها are you play، ما فيش حاجة اسمها are you eat، ما فيش حاجة اسمها are you drink. مال اسمها إيه؟ نقول are you وأي حاجة تانية غير التصريف الأول، زي مثلا ing are you playing، ing زي eat بقى are you eating. يا إما نحط صفة زي سعيد are you happy، هل أنت سعيد، are you sad، هل أنت حزين. يبقى do you مع التصريف الأول بس، يعني ما ينفعش أقول do you وكلمة سعيد happy، ما ينفعش أقول do you sad، هل أنت حزين، ما ينفعش الكلام ده. طيب لما أقول هل أنت في القاهرة do you in Cairo ولا are you in Cairo، نفس الكلام، إحنا قلنا do you ما يجيش بعدها حاجة غير لازم تصريف أول، يبقى do you لازم تصريف الأول. طب in Cairo في القاهرة ده تصريف أول؟ لا، ده جر ومجرور، برضو جر ومجرور مع are you، يبقى are you in Cairo، هل أنت في القاهرة. وإجابة السؤالين دول يا أما yes I do و no I don't، يا أما yes I am no I am not. صلى الله على رسول عليه الصلاة والسلام، يلا سلام.